اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في الفقره الاخيره من الاهلي الليله بعد شهر راحه رمضان والعيد. كل سنه وانتم طيبين. يعني كده تمام، هنبدا سنه جديده ان شاء الله في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه وموسم نشاط رياضي جديد. قفلنا سيزون ببطولاته بنجاحاته باخفاقاته، كسبنا كتير وخسرنا، لكن كان موسم في الاخر موسم متكامل للنادي الاهلي. اكيد كان فيه سلبيات وايجابيات، واكيد ده كان فيه معالجه داخل النادي الاهلي وداخل النشاط الرياضي في النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله تكون سنه جديده سعيده علينا ببطولات اللاعبين الابطال العظماء اللي عندنا في النادي الاهلي. باذن الله هتكون سنه مليئه بالبطولات، ودائما وابدا نجومنا في جميع الالعاب الجماعيه والفرديه بيشرفونا وبيقفوا على منصات التتويج اللي هي اهم حاجه عند جمهور النادي الاهلي وعند النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي. النهارده معانا كابتن كبير، كابتن نجم يعني خلوق، انا فعلا بعتز بصداقته جدا، وفعلا هو من احد نجوم ورموز النادي الاهلي في لعبه التنس طاوله. معانا ومعاكم كابتن سيد لاشين. كابتن سيد مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، ربنا يبارك فيك على الانترو الجميل ده. ازاي ده اقل حاجه يا كابتن سيد؟ يعني فعلا نجم من نجوم النادي الاهلي ورمز كبير في التنس طاوله، ناس كثيره بتقتدي بكابتن سيد لاشين. نعمة من الله، والله فضل من نعمة من الله ان الواحد يعني قدر يبقى جزء من تاريخ النادي الاهلي في تنس الطاولة. يعني انا بالامانة والله عمر ما كنت احلم ان انا ممكن ابقى حاجة كده، والحمد لله رب العالمين، كل ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سيد من اسكندرية للنادي الاهلي وهو طفل صغير قال او يعني شاف في نفسه ان هو ممكن يحقق الحلم ده، ولا الحلم ده اتحقق بالطبيعة يعني بالحياة بمرور الحياة العادية؟ لا، وانا صغير ما كانش فيه بلاننج للموضوع ده يعني تمام، بس يعني لما وصل الخطوه يعني كل خطوه اتخذت يعني انا بحمد ربنا الحمد لله ان كان فيها توفيق كتير قوي. يعني لما كنت بلعب في سبورتنج ما كنتش متخيل ان انا ممكن اسيب سبورتنج، ولما جيت النادي الاهلي لا فعلا يعني الحمد لله رب العالمين كنت موفق توفيق مش طبيعي في الوقت التوقيت ان انا جيت فيه النادي الاهلي، والتكمله بقى الحمد لله ربنا كرمنا بيها. يعني امتى سيد لاشين حس في حياته ان عنده حلم لازم يحققه، وامتى حققه؟ وانا لعيب. اه طبعا، يعني دايما بيبقى حلمي وقتي يعني بتاع دلوقتي كويس، المنافسه اللي انا داخلها او البطوله اللي انا داخلها احاول اطلع فيها الاول على قد ما اقدر كويس تمام. بعد ما البطولة تخلص بنتنقل بقى للي بعدها. يعني دايما انا مش من النوعية اللي دايما بتبقى عاملة بلاننج للسنة كلها في اخرها ايه اللي هيحصل خالص. انا دايما عندي البلان، مش ببص تحت رجلي، بس انا الماتش ده اللي انا بلعبه دلوقتي او اللي انا هلعبه نهاية العالم بالنسبة لي، بالنسبة لي ده بيبقى حياة وموت تمام. لازم اخلص الماتش ده كويس واحاول اكسبه، حتى لو ماتش ضعيف او ماتش في بطولة مش يعني مش صعبة تمام، بس هو ده اللي انا اتعودت عليه، ان انا لازم اكون ماشي في سكتي صح. سكتي صح معناها ان انا ادي المنافس اللي انا بلعبه تمام احترام وقيمه عشان اقدر اكسبه، واكسبه يعني اكتر حاجه مرتاحه، يعني اكتر يعني عندنا 3-0 و4-0 وبتاع، احاول دايما ان انا يعني اكون احنا بنقولها دايس على اللي قدامي بحيث ان الماتش ما يطولش. فدي يعني هي دي الخطوة بتاعتي، هي هو ده البلان بتاعي، ان الماتش ده تمام اخلص افكر في اللي بعده، اخلص افكر في اللي بعده، والحمد لله رب العالمين نوعا ما هي ناجحة معايا يعني الحمد لله. تاريخ كبير في النادي الاهلي 17 ما شاء الله 17 سنة كابتن سيد لاشين في النادي الاهلي، لكن قفلنا سيزون نجاح 100% ما شاء الله العلامة الكاملة، عربية ودوري وكاس في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. قفلنا سيزون فالتاريخ كتب، التاريخ هيكتب ايه في السنه الجديده الكابتن سيد لاشين؟ نتمنى من الله ان هي نفس العلامه. احنا عندنا اخر 7 مفروض دوره بطوله الانديه الافريقيه في نيجيريا، وبعديها يمكن في 9 او في نص 9 هيبقى في الانديه العربيه، وبعد كده الكاس والدوري بقى بتوع مصر. يعني السيزون بادئ افريقي عربي، مش بادئ دوري محلي فكاس في افريقيا. لا، الدوري عندنا هيتاخر شويه، يمكن يبتدي في 10 في 11 حاجه كده. لو رجعنا ما قررش يعني. سيد لو رجعنا للسنه اللي فاتت، ايه اصعب بطوله النادي الاهلي عدى بيها بصراحه؟ كاس مصر. اشمعنى؟ احنا ماشيين، هي البطوله كان ماشيين ما فيهاش مشكله خالص، والدنيا كانت ماشيه لطيفه، بس حصل كده موقف في الاخر واحنا داخلين على الفاينل يعني. فالموضوع كان صعب، فلعبنا من غير محمد البيلي. هايل. تمام؟
فالماتش بقى محمد الديري لما هو لعيب مؤثر ويعني هو رقم واحد دلوقتي حاليا في الفرقه. فموضوع ما بقاش بنفس القوه لما تبقى نازل وفي الفرقه كلها الحمد لله ابطال، بس يعني هو ده كان الترتيب ان هو المفروض ان هو هيحصل. فلما ما نزلش يعني نوعا ما انا اكون صريح معاك يعني اتهزيت شويه لان انا يعني بحكم بكل الخبره دي كابتن سيد لاشين ممكن ماتش يقلقه شويه. لا انا ما قلتش قلقت، انا قلت هزيت. تمام، فالقلق انا ما بقلقش من حاجه لان الحمد لله رب العالمين مبادئي ما بغيرهاش. كويس، انا طول ما انا بدي الخصم بتاعي احترامه وتقديره على الطاوله تمام، فاكسب اخسر مش قصه. تمام، انا بجتهد عشان اكسب. حتى لو خسرت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وانا اجتهدت على قد ما قدرت وخلاص. الموقف كان جديد يعني اللي هو ان البيلي مش هيلعب وانا رايح الصاله وان البيلي هيلعب. ده انت عرفت الطريق فجاه يعني فجأة. انا في دماغي ان هو هيلعب، بس هو طبعا هم الجهاز الفني كان له وجهه نظر ثانيه، والحمد لله رب العالمين نوعا ما توفقنا فيها والنتيجه ان احنا كسبنا الماتش وخلاص. وكابتن سيد لاشين بيتكلم حالا، انا شايف ان كابتن سيد ده حاجه عظيمه، رقم واحد في مصر. الله يكرمك. قال ان كابتن محمد البيلي هو رقم واحد، اخلاق عاليه جدا. لا يا مش قصه اخلاق. ان انا اخر واحد في فرقه الاهلي. انا ترتيبي بالنسبه لنفسي انا اخر واحد بالنسبه لفرقه الاهلي. كابتن الفريق يبقى اخر واحد؟ انا دي ده وجهه نظر، ده عقليتي انا. ده عقليتي. لو انا حطيت نفسي رقم واحد تمام خلاص، انا مفيش طريقه للاجتهاد. انما انا في دماغي كده، انا الحمد لله رب العالمين ده الهدف بتاع سيد دايما شو. انا اخر واحد في الفرقه. حتى لما كنت بلعب في المنتخب قبل الاعتزال وده انا بفكر ان انا اخر واحد. لا والله لو هم حطوني في السكور اوكي، ما حطونيش في السكور اوكي تمام، لعبت رقم واحد بجتهد ان انا العب يعني اكسب ماتشاتي، لعبت رقم اثنين، لعبت رقم ثلاثه، ما لعبتش حته الفرق دي بتاعت المدير الفني. انما دايما عقدت انا من جوايا انا اخر واحد في الفرقه واضعف واحد في الفرقه عشان اقدر اكمل. عشان كده سيد لاشين وصل هو عايزه. لسه ما وصلتش لكل ده. حققت احلامك كلها في التنس طاوله؟ ما انا احلامي ان انا اكسب ماتش. ده الحلم. ده حلمي. ده الحلم الصغير. لا هو كده، ما احنا اللعبه كلها يعني ماتش مترتب على بعديه ماتش على بعديه ماتش، اغلب بطولات بنلعبها نيك اوت. تمام، اللي هو لو خسرت خلاص هتقعد تتفرج على طول تسقف. زي ما بيقولوا بالظبط. فانا ما بحبش اسقف. ما بحبش اسقف. فقلت انا يعني دايما احب اكسب الماتش اللي انا بلعبه. اخلصه وافكر في اللي بعده. البطوله بقى اللي انا بخشها انا عارف مثلا عندنا انديه افريقيه فبنستعد. تمام، اقصى حاجه انا طموحي ان انا اوصل للفورمه في الانديه الافريقيه. وصلت. تمام، وابتديت العب الماتشات. لازم يبقى طموحي ان انا اكسب ماتشي اللي هو بالطبيعه هيبقى بيساعد الفرقه انها تكسب الماتش. تمام، بتلعب ماتش ولا اثنين؟ ماتش ولا اثنين حسب ايه في السكور؟ حسب السكور. احنا عندنا اي بي سي. كويس. اي وبي كل واحد فيهم بيلعب ماتشين، وسي بيلعب ماتش واحد. كويس. تمام، ممكن الاهلي يحتاج ان انا العب ماتش، ممكن العب ماتشين، ممكن العب رقم واحد في الفرقه او رقم اتنين او رقم ثلاثه او ممكن ملعبش. سيد عمره ما اعترض على الكلام ده خالص ولا اتكلم خالص ان يلعب اي او بي او سي بصراحه. هو الحمد لله رب العالمين يعني انا بقى لي زي ما انت عارف كده 17 سنه هنا في النادي، فعلاقتي بالجهاز او الاجهزه اللي كانت موجوده من ايام دكتور علاء مشرف الله يمسيه بالخير ويبارك له، كابتن اشرف عبد الفتاح، شريف الساكت، كلهم يعني كلهم طبعا كلهم اخواتي الكبار وحبايبي، وهم الحمد لله بيقدروني. وساعات ممكن نتكلم في السكور في بعض ماتشات انا ما بتكلمش فيها خالص خالص نهائي، عايزني يحطوني ما يحطونيش، العب فوق العب تالت ما يفرقش. في ماتش في انا فاكر في ماتش واحد يمكن ماتش او ماتشين في حياتك هو يعني احنا بنتناقش في السكور عادي، انما حاجه تخص سيد يلعب فين او ما يلعبش فين يمكن ماتش او ماتشين انا في حياتي كلهم اتكلمت فيهم انا العب فين بس، وكان انا العب فين عشان مسؤوليتي تبقى عليا. تمام، لان كنت شايف في الوقت ده انت متحمل بالظبط هنلعب مع فلان وفلان ده كويس قوي، لو حد تاني من الفرقه لعبه في الظروف دي ممكن يتوتر الماتش يبوظ، وهم كان ساعتها كان اغلبها في الانديه العربيه كان معاهم محترف صيني هيكسب الماتشين. تمام، فلو المحترف كسبني مش قصه. بس لو اللعيب كان هو اسمه خالد من السعوديه، لو خالد ده كسب حد وكان في الوقت ده فورمته وشايفه في الماتشات يعمل كده، فانا ساعتها كنت رقم تقريبا كنت رقم واحد. وقلت الكابتن اشرف خلينا انا على خالد في الماتش الثالث.
التالت. انزل تالت ماتش عشان يعني اكسب خالد ونكسب الماتش 3-2. نضمن الماتش. بالظبط. وده الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا الماتش ده. يمكن الباقي كله بيبقى هم رايهم كامل يعني. رايهم كامل. طيب قول لي بقى، قفلنا السيزون، الجمهور فاكر ليكو ان انتوا كسبتوا كل بطولات السيزون اللي فات العلامه الكامله. الحمد لله رب العالمين. استعدينا ازاي للبطوله الافريقيه؟ احنا لسه ما استعدناش. لسه بنبدا. احنا لسه انت عارف بقى العيد ورمضان طبعا. مخلصين السيزون قبل رمضان على طول. فشهر رمضان كانت يعني زي ما بيقولوا كده ايه، التمرين بالهادي على الهادي شويه عشان ان شاء الله رب العالمين يعني نبدا اول يعني يمكن خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبتدي القصه. يعني في رمضان والعيد، العيد طبعا اجازه لكن رمضان كنت بتمشي ايديك يا دوب بنحافظ بس عشان انت عارف بقى رمضان وبعديه الكحك على طول. بتحب رمضان ولا الكحك؟ انا بموت في رمضان. رمضان فعلا. كحك لا مش ماليش تقول عليه. مالكش تقول عليه. بس انما رمضان ده انا بعشق رمضان. كل يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى احلى ماتشات واحلى بطولات لعبتها في حياتي كانت في رمضان. كان منها الاولمبياد بتاعت لندن. منها الاولمبياد لندن. كان هي احلى بطوله في حياتي سيد رشيد بصراحه. يمكن الاولمبياد. ده بالاضافه طبعا لبعض بطولات، مع يعني مش هقول بكل بطولات النادي الاهلي يعني عشان ما بقاش دبلوماسي قوي. لا في بطولات في النادي الاهلي احنا الحمد لله كسبناها بسهوله. فعارف انت اللي يعني ما بتحسش بالشده قوي. انما في بطولات اعتقد العربيه او الافريقيه هي الاهم. كان في مره مثلا في لعبنا في اليمن بطوله انديه عربيه، كنت انا واشرف صبحي وعمرو رضا. كابتن اشرف اللي هو مدرب دلوقتي مدربك. كنا احنا الثلاثه. البطوله دي زي كده بالظبط اللي كل الماتشات بلس 90 كلها. يمكن ماتش واحد كنا في الاول لعبناه اللي هو في الاول مجموعه مع اخر فرقه في المجموعه، خمس ماتشات البلاس 90 ده اللي انت بتلعب لغايه اخر نقطه اخر ماتش وتعادل يبقى خسرانين في اخر ماتش سكور مثلا اللي هو 8-4 في خامس جيم في خمس ماتش، ففاضل قدامه بنتين ثلاثه ويكسب والله المستعان بقى وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في بنت ولا في بنتين تلاقي الماتش خلص الكيرف قلب. احنا كسبنا البطوله دي كسبنا خمس ماتشات، عمرو كسب صيني واشرف صبحي كسب عبد العزيز عباد في الفاينل، وده كان يعني في الوقت ده كان صبحي تقريبا يمكن على 40 سنه في سني دلوقتي. بعدين بقى بس سنك يا كابتن سيد ربنا يكرمك ويخليك لينا. كان في سني دلوقتي وعبد العزيز طالعه كويسه جدا. تمام. فكان الماتش الموضوع صعب، فالحمد لله هو كسب الماتش ده وساعتها انا كسبت مثلا واحد صيني عمر يعني جاء 3-4 عندي عربيه ما خسرش وكسبت الماتش ده وتوفقت الحمد لله وعدينا الحمد لله. ده كان بطوله زي فعلا والله زي اللي هي بلس 90 اللي هي احنا كلاعيبه قاعدين زي الجمهور على اخر نفس مستنين اخر كوره، الكوره تنط بره او تيجي في الشبكه عشان ترمي المضرب. والله خمس ماتشات كده. خمس ماتشات ما شاء الله. قول لي البطوله الجايه بطوله افريقيه قويه ان شاء الله. الافريقيه ولا العربيه؟ الاقوى طبعا. الاقوى يعني هما الاثنين اقوياء بس بتختلف مثلا في الانديه العربيه انت عندك كل الدول بتقدر تجيب محترف عشان بلاد عربيه معاها فلوس. معاها فلوس. تمام. انت عندك دي هتبقى في نيجيريا، الانديه الافريقيه هتبقى في نيجيريا. نيجيريا ارونا صاحبك بيلعب في نيجيريا. بس انا مش عارف بقى هيقدر يجي ولا لا، ان هو لو هيجي هو محترف. هو محترف في البرتغال وبيلعب في الشامبيونز ليج، وده المفروض القانون بتاعه ما ينفعش يلعب معانا. ما ينفعش يرجع. ما ينفعش يلعب في دوري تاني. تمام. فمش عارف بقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، هل هينفع ولا مش هينفع، هيلعب مع الاهلي ولا هيلعب مع نيجيريا. ما دي نقطه ثانيه. ما انا يعني جايب البطوله في نيجيريا، هو بيلعب مع الاهلي ضد نيجيريا برضو دي انا مش يعني مش ملم بس بيها. بس انت شايف ان هو لو جه اضافه للنادي الاهلي. طبعا لعيب لعيب محترم ولعيب كويس جدا، والفتره دي كمان هو من احسن فترات حياته يعني عمل نتائج كويسه قوي. علاقه سيد لاشين وارونا ايه لعيب نيجيريا؟ زي الفل. جميل. علاقة قوية وطيدة. انا مسميه تايجر وهو مسميني كابتن. كابتن. او يقول كابتن. كابتن لازم يقول لك كابتن كده. قول لي انتوا مع بعض في رابطة اللاعبين؟ لا هو مش في الرابطة. هو مش في اللجنة يعني. في اللجنة؟ لا هو مش في اللجنة. الأفريقية أعتقد. لا لا. هو لعيب بس. هو لسه لعيب. طيب قول لي. على فكرة أنا مش هو أنتوا الاثنين لسه لعيبة. طب قول لي شايف المنافسه ازاي في البطوله الافريقيه اللي جايه؟ مين اللي هينافس النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ نيجيريا. خلي بالك دي بدايه السيزون عندنا.
ان شاء الله تبقى بدايه خير باذن الله. لا ده سيزون للفرقه كلها دي اول لا. بطوله يعني في يوليو دي ان شاء الله باذن الله يبقى اول يعني اول بطوله تخش النادي الاهلي باذن الرحمن. شايف ان نيجيريا هي التارجت بتاع النادي الاهلي ممكن ما تبقاش اول بطوله الايه ممكن ما تبقاش اول بطوله ليه ان شاء الله يبقى الدوري 30/7 ان شاء الله يلا ان شاء الله دوري الكوره يخش واحنا يا رب يا رب يا رب يا رب انت لا بس 30/7 دوري الكوره هيخلص انت هتكون لسه انت هتلعب في يوم 20 اعتقد 27 لا 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 احنا يمكن 3/8 3/8 احنا نسافر 30/7 تقريبا في اغسطس ان شاء الله يا رب نتمنى ده اكيد لكن شايف من وجهه نظرك ان نيجيريا هي اصعب الفرق هي اصعب الفرق بالنسبه لنا دايما هو الديربي بتاع افريقيا دايما احنا ونيجيريا وكان في كونغو شويه بس يعني اللي كان بيصرف عليهم دلوقتي كبر دماغهم من الاخر كان وزير وماسك وزير غابات حاجه جامده قوي هناك وكان هو بيحب اللعبه ومهتم بيها وبقى لهم يمكن سنتين او ثلاثه مش ظاهرين على الساحه يعني. طيب قول لي الالعاب الفرديه يلا نفسي انا بتاع لعبه جماعيه لازم احب صاحبي واحب الكابتن اللي جنبي واحب بعض عشان نقدر نكسب دي حقيقه صح العاب فرديه يلا نفسي ازاي التكوين انا شفته من مراحل سنين في التنس طاوله وحاسين انتوا تيم واحد شغالين مع بعض باسلوب واحد كل واحد عايز تاني يكسب مع ان الالعاب الفرديه انت فاهم يلا نفسي ازاي التكوين ده حصل ازاي بصراحه لما يبقى عندك يعني كل واحد في الفرقه طبعا الحمد لله مش هتكلم عليا بس هو الفرقه لازم يكون لك دور لا اللي قبلي تمام كابتن اشرف صبحي وكابتن شريف الساكت وكابتن شريف ضياء وكابتن عمرو رضا وكان في ناس كتير قبليه وقبليهم دكتور علاء وكابتن اشرف عبد الفتاح وكباتن كبار وكابتن فتحي عبده والناس اللي كانت يعني بتلعب مثلا اهلي وزمالك والكلام ده انت لو كنت بتتفرج عليهم كنت هتعرف يعني يروح فريق فحتى في مثلا في الهاندبول انت بتباص للاعيب بتاعك طبعا تمام عشان هو اللي يجيب الجون حتى اللي انت شايف زاويته احسن صح. تمام فاحنا برضو عندنا كده احنا في ماتش الفرق في الفردي كله بيقطع بعض كله بواحد بيدور على مصلحه في الفردي حقه ان هو عايز يبقى هو رقم واحد او هو يبقى في المنتخب او دي حاجه ترجع له هو بصراحه شديده وانتوا بتلعبوا في الفردي بتكلموا مع بعض ولا خلاص كل واحد بيتوكل على الله مع نفسه وبعد ما يعني ايه بنكلم بعض يعني بتكلموا بعض بتقول له انت لعبت الكره دي كويسه لا العب على الفور هاند العب على الباك هاند يعني بصراحه لا يعني في الفردي واحنا لعيبه مع بعض في الماتش يعني لا مش في الماتش خلاص انت في الماتش يعني احنا اتنين ضد بعض لا ضد بعض ما حدش بيتكلم بعض ده. يعني ممكن في ساعات في ناس بتشتم بس يعني بتتفشوا على بعض في الملعب في الفردي انا يعني انا لا الحمد لله انا ما يعني باخد الموضوع بصدر رحب لان مش عايز اللي هو يعني دايما يبقى في مشاكل بيني وبين اللعيب اللي انا بلعب معاه كويس انا ما بعرفش يبقى في ضغينه بيني وبين اللي قدامي فممكن الموضوع ياثر عليا بالسلب مش بالايجاب يعني انما العادي انه لا احنا في الفردي كل واحد بيبقى عايز يكسب التاني تمام بطريقه محترمه طبعا بيشجع نفسه ده انت بتتكلم على فرقه يعني فرقتنا احنا بنيجي نلعبوا بعض يعني احنا الحمد لله الفرقه عندنا يعني يمكن 6-7 في ناس منهم في المنتخب وفي على شفا المنتخب شفا دخول يعني دخول المنتخب ان شاء الله فاحنا في الفردي بنقطع بعض انما الفرق لا كل واحد في ظهر التاني على كل واحد عايز التاني يكسب لانه دي الفرقه هي دي الباصه اللي هي عندكم في الهاندبول غيرنا احنا عندنا ان واحد بيقف على الطاوله تمام بياخد سبورت جامد من الفرقه اللي قاعده على البنش بره وده بيفرق معانا احنا جامد حسيت وانت في بطولات كتيره وانت واقف على البنش وانت بتشجع مش بص مع احترامي لكل الجميع دايما اللعيبه بتبص لك بينك وبينهم كوميونيكيشن معينه ازاي حصل الكوميونيكيشن ده؟ نرجع خطوه رفيعه كده صغيره اكبر واحد في الفرقه محمد البيلي كويس كان دكتور علاء كلمني في يوم البيلي جه من المنصوره المنصوره بلديات ففي الوقت في الوقت ده قال لي اقعد معاه شوفه لانه لو هيبقى مغترب هيقعد معايا انا في الشقه كويس فده اكبر واحد في الفرقه اعتبر انا من الناس اللي ساعدت ان البيلي يجي النادي الاهلي الباقي كلهم اصغر منه واخواتي الصغيرين تمام اتربوا على ايدك اسمها كده ممكن بقى انت صح مش يعني معنى كلمه انت كنت كابتن سيد الحمد لله رب النادي وهم كلهم ماشيين طالعين الله يبارك الحمد تمام واحنا في الماتشات انا قبل الماتشات انا كنت بتمرن معاهم في النادي انا بتمرن معاهم في النادي ولما كنت في المنتخب برضو كنت بتمرن معاهم فعارف وحاسس بيهم هم عاملين ازاي الفورمه بتاعتهم تسمح ايه وبلعب معاهم وببقى شايف طريقه اللعب والكلام ده فبقدر يعني اقيمهم او اقيم فورمتهم
نوعا ما زي المدرب، ويمكن باحساس اللاعب بتبقى زياده سنه. تمام. وانا بلعب مع المنافسين بتوعهم، انا اللي بلعبهم كمان. تمام. فعارف ايه اللي بيضايق المنافسين، لو لعبت هنا ايه اللي بيضايقه، لو عملت ايه اللي هيضايقه. فبتبقى المعلومه بالنسبه لي نوعا ما واقعيه احسن لهم. تمام. مش احسن انها معلومه، لا هم بياخدوها مني زي ما بياخدوها من المدرب، بس بيبقى هنا عشان سيد بيلعب. سيد لسه ملعبهم في الماتش مثلا، ممكن مثلا الاعب واحد واخلص الماتش بعدين مثلا البي ال ينزل يلعبه، او خالد او عمر بدير او اي حد من الفرقه ينزل يلعب نفس الماتش تاني. فبقى لسه انا لسه مجرب ده دلوقتي معاه، فبتبقى يعني المعلومه طازه. طازه زي تمام. عشان تقول ما بياخدوها بالظبط. المدربين الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا جهاز اللهم لك الحمد على اعلى مستوى. التدعيمات اللي جايه كمان ان شاء الله هتبقى اعلى مستوى، والفكر موجود. تمام. بس هي يمكن النقطه اللي مش موجوده عند الجهاز ان انا بلعب. تمام. انت لسه لعيب. اصل انا محطوط في حته مزنوق بين الاثنين، يعني انا انت حلقه الوصل، انا لعيب وجهاز. تمام. تمام. كابتن فريق كابتن فريق ده بيبقى لعيب صح وبيبقى في الجهاز. مظبوط. فليا في الفرقه 10 سنين. تمام. فخلاص يعني اللي هو الحته داخله جبتني في حته مهمه. سيبنا ان الفرق كبير 10 سنين. المفروض الفرقه كبير. كلها ما شاء الله شفتهم عليهم نجوم. الحمد لله رب بس العالمين. بس الدماغ عاليه، كل الشقاوه عاليه جدا، التعامل بص دماغ راحه بره الملعب. بتعامل هو ازاي بره الملعب؟ لا بره الملعب، بره الملعب اخوات، كلنا اخوات الحمد لله. يعني حتى حته اللي هو هم الحمد لله بيحترموني وبيقدروني وكده، بس انا مش بتكلم معاهم بسن. انا عايش معاهم ان احنا اخوات. دي المرحله بتاعتهم. اخوات واخوهم كبير وكل حاجه، وكله باحترامه وبالضحك والهزار بتاعه. قول لي مين اكتر لعيب فيهم عامل دربك؟ والله كلهم شياطين. قول لي مقالب بقى وكده وقصص. لا ما عندناش ما عندناش مقالب، بس عندنا ما خف الدم وافيهات. يمكن مين بقى اللي هو يعني محدش يقدر عليه الفرقه دي بصراحه؟ لا هو كل واحد في ليهم ملكه بصراحه. بس اللي هو يعني افيهاته حاضره دايما. لا. بيبقى خالد اكتر، خالد عصر اكتر افيهات حاضره على طول. ده على طول ده خالد محترم، مفرقعه منه ما بيلحقوش عليه. لا هو يعني دايما الموقف معاه بتلاقي الضحكه طالعه في ثانيه. ده خالد. في عندنا طبعا البيلي برضه ساعات كده ليه مواقف بتلاقي دماغه شتت فيها. كوميديه يعني. وعندك شادي بقى. مين بيقلد الفنانين ومين بيقلد المعلقين؟ علي غلاب. علي غلاب صح. ده تقليد، ده مش طبيعي. ده مش طبيعي صح؟ لا اصل علي في حته ثانيه خالص غير الفرقه. يعني يعني خالد دمه خفيف. تمام. علي ما شاء الله يعني معدي خالص. لا يعني ولا علي ربيع في زمانه. ما يحترف المهنه. لا هو دكتور سنان. ازاي؟ هو لسه يعني هو ده طلعان عينه عادي. سنان ورايح مع علي ربيع. والله العظيم انا مش عارف، ما قلت له انا مستحيل اجي لك. مش فاهم. مستحيل اروح. عمرك ما هتروح تقعد تحت ايده. مين؟ لو رحت قعدت ممكن يغزني. طلع عليك القاب كتيره. بس في لقب مهم. يمكن ايه بقى؟ يوم الاسد مثلا. الاسد ايوه. انا عايز اوصلها الاسد. ليه طلع عليك الاسد؟ اوكي عشان اللي هو طريقه لعبي بيبقى فيها شراسه شويه جدا. يعني انا في طريقه لعب الديفنس قليل. الديفنس بتاعي مش كويس، فلما بهاجم على اللي قدامي بهاجم بشراسه، فهو ده السبب. ممكن بقى حاجات تانية بقى بره. مين اللي طلع عليك الاسم الاساسي تفتكر؟ اسكندرانيه. اسكندرانيه. اصحابك ولا لعيبه؟ لو تقدر تقول اصحابي هم اكبر مني سنا. هو كان الكابتن محمود حسين الاوز. الأوز. الأوز اسمه محمود حسين والشهرة الأوز. 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 تمام. الأوز دي في اسكندرية، لأن برضه كان في لعيب برضه في اسكندرية هندبول يا أوز. ده من يعني من الناس اللي هم يمكن أول واحد في حياتي كلها، أول ما أنا بين قال الولد ده هيبقى كويس. هو ده. كان هو ده. بس هو يعني صداقة تربطني بيه من قديم الأزل يعني. من كام سنة دلوقتي؟ داخلين في 30. لو شاورت على مراحل تدريبية في حياة سيد لاشين، وسؤال اللي هو بتقول ايه لازم يتسال لك، مين اللي اثر في حياه سيد لاشين في التنس تاون؟ لا في علامات كتير. علامات كتير. الحمد لله. انا كل واحد قال لي كلمه ونصحني نصيحه ده علامه. لان الحمد لله جريت من السؤال صح؟ لا 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 خالص. انا عايز اسماء، بس انا خايف ان انا اقع مني اسماء. بس في علامه كبيره قوي. كبيره قوي يعني. دي في
عارف اللي هي ده بيعمل بيك بين منطقه ومنطقه، ده خالد ثابت. العقيد خالد ثابت ده رقم واحد في حياتي، ده نقلني من فتره من اللي هو تقدر تقول مثلا من الهواة للمحترفين. نقلك ازاي؟ يعني ايه اللي اثر في حياه سيد لاشين العقيد خالد ثابت عملها؟ ده لا ده موضوع ده يعني كان في مقام ابويا الروحي، يعني مرن خلص تمرين روح على البيت يكلمني في التليفون على العيوب اللي انا عملتها في التمرين والمفروض اعالجها ازاي. خالص اهو صورته اهو، ده صوره دي لسه قريب دي. ايه بقى الصوره دي؟ احكي لي. دي انا كنت في سبورتنج تمام، والفرقه دي يعني كمال عبد القادر اللي على الشمال لابس ازرق، ايوه، وكابتن خالد ثابت اللي هو في النص كويس، وعلى اخويا ومعرفش مين الرابع ده. انا بقى مين الرابع اللي بيصور ده؟ سيف مفيش مشكله فيه، ده معرفش صور سيف النجم الكبير بتاعنا. قول لي علي بيلعب تنس طاوله؟ طبعا علي بطل افريقيا. فين؟ في البنج عندنا في النادي. في النادي. ان شاء الله. تعال معاه ازاي علي؟ بصراحه هو اللي بيتعامل معايا ازاي؟ والله انا من غيره ما اسواش حاجه. ازاي؟ هو يعني هو اللي كان بيعمل كل حاجه. هو اصغر منك. بس هو يعني مركز عني، يعني انا في حاجات عندي اولويات ملهاش علاقه بالحياه. هو كل حاجه تخص الحياه هو مركز فيها احسن مني. مركز فيها. يعني لو في حاجه. بيدرس ايه او بيشتغل ايه؟ هو لوجيستكس مخلص، وفي شركه مصر الصيانه في قسم التامينات. ما شاء الله. ما انا في مصر الصيانه برضو، بس انا واخد اجازه من المرتب. عشان انا فعلا ما بعرفش اركز غير كده. انت مركز في الرياضه؟ انا كده. هو يعرف يوزن الاثنين، انا ما حاولت وما عرفتش. هسال سؤال مش عايز اساله، ممكن؟ لا اسال. اسال عادي. كابتن سيد لاشين قعد كتير في ملاعب التنس طاوله، امتى كابتن سيد لاشين ممكن يطلع من تنس طاوله؟ سؤال صعب شويه. لا مش صعب. يوم ما نادي الاهلي يقول لي شكرا انا طلعت. بس هل في معيار لوجود اي لعيب جوه ارض الملعب؟ الاداء بس، ما عندكش غيره، ده اللي بتراهن عليه طول عمرك. يعني انا مش براهن، انا بجتهد. تمام. وفي زملاتي في الفرقه بيجتهدوا، ممكن يعدوني، ممكن يبقوا احسن مني، دي حاجه تفرحني. انما انا بدل بقدر اعمل اللي انا اللي ربنا اكرمني بيه ومقدرتي، تمام، انا خلاص انا راضي. هل كابتن سيد لاشين ممكن يقول شكرا للتنس طاوله في وقت من الاوقات لوحده؟ لوحدي انا؟ لا، انا بحب البنج بس، يعني حتى لما بطل، حتى لو بطلت هروح اتمرن برضو. انا يعني اصحابي مثلا اللي هو بيروح يلعب كوره، بيروح يلعب بلاي ستيشن، انا بروح اتمرن. ناوي تاخد بعد ربنا 10 سنين كمان، بس 20 سنه في تنس طاوله، ناوي تاخد سكه تدريب؟ هو عامه هو محمد لا صعب 10 سنين، هم المفروض يعني اللي هم الناس اللي حواليا واللي شايفيني في تمريني او في لياقتي والكلام ده بيقولوا مثلا 4 سنين. لا بص، خلينا ما عندناش وقت، خلينا ربنا يديك الصحه وطول العمر ان شاء الله يا رب، وتفضل زي ما انت قاعد. لكن عمي. سيد لاشين يتجه للتدريب ولا يتجه للاداره بعد التنس طاوله؟ انا بحب التدريب. تمام. يعني انا بحبه، بس لو الاهلي عايزني في حاجه ثانيه في سكه ثانيه، انا ما انا الاهلي هو اللي هيحدد. عشق حياه معاك النادي الاهلي. انا 17 سنه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. في كان زمان انا وانا في سبورتنج، انا بقول لحضرتك انا ما كنتش متخيل ان ممكن العب بره سبورتنج يعني. بس انا فعلا انا لما جيت النادي الاهلي لا حسيت بفرق كبير قوي بين الحياه في سبورتنج وانت بتكسب وانت رقم واحد في سبورتنج، ولما جيت النادي الاهلي وفترات كنت رقم واحد، فترات كنت رقم اثنين، لا فرق كبير قوي بين هنا وهنا. هنا انت عارف ايه اللي وراك وايه اللي عليك وان انت المفروض تعمل ايه وتحاول تجتهد ازاي وتحاول تنتج ازاي. في حتت كتير بيبقى الموضوع يعني بدل رقم واحد في النادي بتاعك خلاص ما فيش مشكله عندك. انما انت تحافظ بقى على فورمتك وعلى نتائجك المفروض ان الناس متامله ان انت تعملها، لا موضوع مختلف. لو سيبنا الجانب الرياضي ونخش للجانب الايه؟ الاجتماعي. لا الاجتماعي اهم حاجه. حلو الاجتماعي دي. حلو الاجتماعي. نخش على بقى على الاولاد الصغيرين، ولاد سيد لاشين، والصوره طلعت لك على طول اول ما جبنا سيره الاجتماعي. سكس بوند. سكس بوند مين بقى؟ قول لي. ده حسين. حسين تمام. وده ودي خديجه. خديجه. ودي امل. امل دي مراتك؟ من تنس طاوله ولا من خارج الوسط؟ لا لا من بره. اسكندريه؟ اسكندريه. قريبتك ولا جارتي؟ جارتك. ما شاء الله.
قعدت لا قعدت يمكن 20 سنه ما شفتهاش مثلا. يعني فجاه اكتشفت انها يعني ايه 20 سنه ما شفتهاش يا سيد؟ انا ما اعرف انا ما اعرفش. لا لا خلوا لنا صور بالراحه عشان ايه يعني نتكلم ده بنتكلم في 20 سنه لسه. انا ما اعرفش انها جارتي. اه والنصيب والنصيب اه رحت اتجوزت. اه الحمد لله على طول. بقى كام سنه؟ والله سائلها السؤال النهارده ده قالت لي سته. سته؟ اه لسه سائلها النهارده السؤال ده والله. احنا بقى لنا قد ايه متجوزين؟ قالت لي سته. قول لي حسين هيطلع تنس طاوله ولا النهارده لسه اول يوم ليه في النادي؟ النهارده اه دخل. هو بيلعب سباحه. اه تمام وخلص السباحه ونزل النهارده وجبت له مضرب وبتاع بصراحه يا سيد مش عايز يفك المضرب اصلا. جبت له مضرب. مش عايز يفك المضرب اصلا لسه بالكيس بتاعه مش عايز يفك. زيك زمان بالظبط. كنت كنت بتحط جنبك تحطه في بطنك في بطنك وانت رايق. قول لي بصراحه شديده سيد لاشين عايز ايه؟ انه يطلع بطل في التنس طاوله ولا يتمناه في لعبه اخرى لعبه جماعيه؟ قبل البطل انا اتمنى يطلع راجل. راجل 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 تمام يعني صاحب قرار وموقف ويبقى حد حد محترم لان انا اللي انا شايفه في الاجيال اللي طالعه الجديد الموضوع صعب قوي. الموضوع صعب طبعا. صعب فعلا يعني ان احنا تلاقي حد انا مش ما يعني حد بتربيتنا احنا بتاعت زمان دي ما بقتش فيها يعني دلوقتي بتلاقي طفل بيزعق في راجل كبير حاجات يعني سلبيات كتيره طلعت. فانا مش حابب ان انا اشوف ابني في الموقف ده قبل ما يكون بقى بطل او مش بطل. البطوله دي ما بتفرقش خالص. كل واحد وامكانياته وكل واحد وربنا كاتبه له بس ان احنا يعني يطلع متربي وبطل وابن حلال دي ده اللي انا اتمناه. امل عايز اشوف حسين زي سيد لاشين ولا امل عامله لي مشكله النهارده. ابنها لسه نازل النهارده الصاله بتقول الولد ساب الصاله وطلع بره. طب طفل لسه لسه طفل اكيد لسه عايزه تشوفه زي ابوه النهارده بقى. النهارده مستحيل. طب وديجا؟ لا هي طيبه الحمد لله. طب وديجا ايه اخبارها؟ لا دي ما شاء الله دي عليها دي موضوع تاني. ها دي كوميديا؟ لا دي كوميديا بس كوميديا. اه بتضحك وتتبلع على اخويا عندها سنه وبتتبلع عليا النهارده. النهارده ماسكه في دماغ حسين وانا مش شايف وسامع حسين عمال يزعق. اول ما بصيت لها مرجعه حطيت على وشها كده وقعدت تعيط. هي اللي اصلا بتتبلع عليك. لا هي الحمد لله جميله وروحها حلوه يعني من الاطفال اللي هم دايما بيتبسطوا ويبصوا للناس ويضحكوا لهم وكده مش بيعيطوا ما بتخافش منهم. دايما ولاد رياضيين بيبقوا مظلومين في الرياضه؟ مش مظلومين قوي يعني مش نقدرش نقول مظلومين يعني بس يعني دايما بيقترن اسمه باسم بابا يعني يقول لك اصل ده ابن سيد لاشين مع انه ولد كويس ممكن يكون وحش ما هي لكن ليه بيقترن دايما باسم بابا؟ هي النقطه كده يعني دايما الناس بتبقى بانيه التاريخ على ما فات يعني بانيه المستقبل على ما فات عشان ابن سيد لاشين النادي هيهتم بيه وهيبقى احسن واحد وهيبقى تمام. هي ما بتبقاش كده. لو سيد لاشين شاف ان ابنه ما ينفعش يلعب تنس طاوله هيخرجه من الصاله؟ اي مشكله على طول. اه المشكله يعني ايه المشكله ان هو ابني ما يطلعش بطل؟ ايه المشكله؟ احنا دلوقتي في مجال الرياضه مصر كلها كل الناس اللي بيلعب كوره واللي بيلعب باسكت كلهم عايز شايفين ان ابنهم محمد صلاح. محمد دي حقيقه. تمام؟ طيب دي حقيقه. في كام احنا كام مليون واحد بيلعب رياضه؟ كتير كتير جدا. كلهم شايفين ان ابنهم محمد صلاح مع ان ممكن مثلا ما يكونش اصلا بيعرف يلعب كوره. ابني ما يكونش يعرف بيلعب كوره او ما بيعرفش يلعب باسكت او اي لعبه ثانيه او حتى تنس طاوله. تمام؟ مش مشكلة إن الواحد يطلع بطل. المهم إن البطولة نفسها، البطولة إن ابنك يطلع يعني متربي ومحترم ودي بطولة. دي بطولة في حد ذاتها. إن أنت تبقى ماشي. نجاح. ده 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 يعني الأمنية اللي أنا بتمناها من ربنا إن أنا أشوف ابني محترم تمام متربي الناس تشكر فيه يوم ما أموت يفتكروني بالخير ويقولوا إن يعني جزا الله خيرا اللي رباك. أمل دورها إيه في حياة سيد لاشين؟ لا كتير هي شايله عني كتير ده كفايه انها شايله حسين وحدي. بقعد خمس دقايق بقعد خمس دقايق ما بقاش يعني ببقى يعني برجع من التمرين تعبان ومهدود جسمانيا وتعب هي اللي شايله الليله يعني ربنا يبارك لها ويديها الصحه يعني. طب وهتبقى وليت امر بقى وتنزل وتقول لك الولد عيد ميلادها انت كده عيد ميلادها امتى؟ هتقل هديه ايه؟ عيد ميلادها امتى؟ هو المفروض بكره بكره؟ ان شاء الله. كل سنه طيب على الهواء. كل سنه وانت طيب. لا يا سيد بجد بعد مسيره من نجاح معاها حياتك ربنا يبارك لها ويقويها ويديها الصحه. هي دي الكاميرا بتاعتي؟ دي الكاميرا بتاعتك عشان تشوفك حبيبتي امل. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب ربنا يخليها لك. ويعني نتمنى ليك مستقبل جميل في التنس طاوله. لكن سؤال اخير قبل ما نختم مع سيد لاشين. سؤالين.
سؤال ظاهره في تنس طاوله جميله، رايك فيها ايه؟ لا دي جميله، دي حاجه ما حصلتش يعني، حاجه ما شاء الله عليها يعني. هتروح شايفها تروح فين يا كابتن سيد بصراحه؟ لا هي تقدر كامكانيات تقدر تروح لحتت بعيده قوي. ما فيش لعيبه مصريه وصلت لها؟ ممكن صعب شويه، ممكن تعدي. اه ممكن تعدي لعيبه مصريين كلهم. هي معديهم اصلا اوريدي دلوقتي. اه هي الرانكينج بتاعها تحت 15 خامس في العالم. اه تحت 15 سنه شايفها حقيقة. ممكن تخش من افضل. هي تفضل بس الاهتمام، احنا عندنا في الصغيرين دايما بيبقى في الخطوه الاولانيه حلوه والناس بتعمل نتائج كويسه في الصغيرين عموما، بس الاهتمام احنا اللعبه بتاعتنا محتاجه اهتمام كتير، معسكرات وبطولات وحاجات كده عشان تقدر تحافظ على الرانكينج بتاعك اللي ساعتها هينفعك في البطولات لما تيجي تلعب بطوله وتبقى عايز تحقق بطوله. الرانكينج بيبقى مهم في الحته دي، فهي محتاجه الكلام ده، ان الدعم يفضل ده متواصل على طول السنين، مش لان احنا في حياتنا كلها كرياضيين بيحصل دروبات وحاجات كده طبعا، فلو حصل دروب هنا المشكله عندنا احنا في الرياضه يعني. لما بيحصل دروب من النادر الناس بتتعامل مع الدروب ده كويس. تمام، ممكن لما يحصل دروب خلاص ده راحت عليه وبطل وما ينفعش وبتاع، مش بيقفوا جنبه بطلك. اه لا دي حقيقه والله. اه والله حقيقه. تمام، في حاجات غريبه بتحصل نتمناها ان هي ان شاء الله تتحقق ان شاء الله. شايفها ان هي ممكن تتحقق تعدي. انا اللي انا شايفه انا فعلا هي ما شاء الله معديه ناس كتير يعني، ما هي هايله يعني في السن بتاعها ده. لا ما شاء الله ربنا يحرسها يعني، عندها 11 سنه وتحت 15 سنه ترتيبها الرابع الخامس، يعني لسه قدامها اربع سنين ولا ثلاث سنين تلعب تحت 15 وهي واصله للرانكينج ده. فموضوع يا رب نتمناها الخير. السؤال الاخير كابتن سيد لاشين، الحلم اللي لسه ما اتحققش سيد لاشين في التنس طاوله بصراحه ونفسك تحققه وتقدر تحققه؟ والله ما عارف، لا في تنس طاوله يعني مش ما حلمتش، بس انا اللي انا فيه ده اصلا بالنسبه لي كان حلم زمان، حلم جميل. انا تبقى كابتن فريق النادي الاهلي، وفي حاجه يمكن حصلت كمان، انا دلوقتي تقريبا اكبر لاعب في النادي الاهلي سنا تقريبا. اه ما كبرش نفسك يعني، كان طارق بس الله كابتن طارق غنام طبعا لما اعتزل لما اعتزل فهيدور عليك. فانا بقيت دلوقتي تقريبا اكبر لاعب في النادي الاهلي، وده شرف ليك. دخول بس النادي الاهلي ده كان شرف، فما بالك لما تبقى كابتن فريق تنس طاوله، يمكن اكبر لاعب في النادي في السنه 2019 2020. فاتمناها ان شاء الله، يمكن حلمي اللي انا اتمناه يوم ما انا اعتزلت من المنتخب، قلت انا الحمد لله تقريبا تصنيف رقم واحد. مش تقريبا، هو كان الحمد لله تصنيف رقم واحد. لما اعتزل من النادي الاهلي برضو اسيب النادي الاهلي واقف على رجليه بيكسب بطولات زي ما هو بيا او من غيري، ماشيين على نفس النهج وان شاء الله رب العالمين، والمستقبل الفرقه يبقى انا مطمن عليه، وانا هفضل داعم موجود في اي مكان النادي الاهلي حبه. سيد لاشين بتمتعني ودايما بكون سعيد وانا قاعد معاك بصراحه. حبيبك يا كابتن، ربنا يبارك لك. شرفتني. انا شرف ليا ان انا اكون في بيتي هنا في القناه. طبعا اكيد، واكيد المره اللي جايه هنكون مقابلتنا ان شاء الله بعد بطوله افريقيا اللي هي بطوله مهمه لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الرحمن ان شاء الله رب العالمين، واتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الجماهير، وان شاء الله باذن الله هنبذل اقصى وسعنا ان احنا نكسب البطوله ونحتفل الاثنين مع بعض بقى، الدوري الكوره ان شاء الله باذن الله، ودوري الانديه الافريقيه ان شاء الله يا رب باذن الله. نتمناها باذن الله بدايه موفقه للنشاط الرياضي في النادي الاهلي بضربه البدايه في التنس طاوله في البطوله الافريقيه في نيجيريا. خليكم معانا، نطلع لفاصل ونستقبل نجمتنا كابتن مي هشام كابتن النادي الاهلي لكره اليد.